باشا ما شفتش واحد درس وش هنا؟ واحد اقول لك يا مؤدي ما شفتش واحد درس وش لكم وبداية فيديو جديد. طبعا يا جدعان انا عايزكم تركزوا معايا في الفيديو بتاع النهارده. قبل ما اقول لكم على فكره الفيديو، اعملوا لايك للفيديو ده وشيروا الفيديوهات دي في كل مكان، مش هتخسروا حاجه لو عملتوا لايك للفيديو. اللايك مش بفلوس، اللايك بس بيساعد في انتشار الفيديو. زي ما انتم شفتوا يا جدعان المشاكل اللي حصلت لنا الفتره اللي فاتت، المفروض ان المهرج المجنون الساحره الشديده جت عملت لنا عمل في البيت يا نهار اسود يا نهار اسود يا جدعان الساحر السرير تعال المفروض ان المهرج تايه ومخطوف بقاله حوالي 3 ايام، والمفروض ان اخويا فقد الذاكره بقاله يومين، وحياتنا كلها في خطر. فطبعا يا جدعان المفروض ان انا في الفيديو بتاع النهارده المفروض ان انا هروح ادور على المهرج. لازم في الفيديو بتاع النهارده ما امشيش كده غير وانا مرجعه يكون معانا ومروح معانا. طبعا يا جدعان المفروض ان معايا ورا الكاميرا جونيور فطبعا جدعان زي ما قلت لكم المفروض ان احنا دلوقتي هنروح. المفروض ان انا كلمت حد، المفروض ان الحد ده المفروض ان خلاص جاي قدام الفيلا بره باين كده، جاي المكان عشان المفروض ان احنا يعني بحس ان احنا نلف عليه. يعني لو رحنا مشي يعني مش هنروح اماكن كتير، انما لما تبقى معانا مكنه يعني نعرف نروح اماكن كتير ونعرف ندور عليه. بالله عليكم ادعوا لنا دعوه حلوه ان احنا نمر بالمشاكل دي ونعدي منها على خير. اعملوا بس لايك للفيديو ده والله العظيم والله ومش هسيبكم، وهنكتب اساميكم على درع اليوتيوب كله برضه، اكتب كومنتات عشان هنختار اسم واحد منكم نكتبه جنبنا على اسم درع اليوتيوب. فاحنا مش ناسينكم والله، بس نخلص المشاكل دي باذن الله. باذن الله هنعمل لكم مفاجآت وحاجات هتعجبكم جدا. دلوقتي في انتظار اللي هيجي ياخدنا من المكان. طبعا المفروض ان هم جم بره عمالين بيزمرهم. ايوه اخواتي تعالوا يا بنت. طبعا يا جدعان المفروض ان احنا خلاص الرجاله جت اهي، والمفروض ان احنا دلوقتي هنروح ندور على المهرج. هتسيبوني اسوق طيب عشان مش هتعرفوا تسوقوا. تعالى تعالى. طب اخواتي دول استنى باشا، اخواتي ناس من الفانز. اول ما عرفوا ان المهرج تايه قالوا لي لا احنا مش هنيجي معاك ونساعدك ونجيب المكنه. المفروض يا جدعان ان احنا دلوقتي بص هنا واحد يبص. ايوه
دي زمان يكون حد جاي المفروض ان احنا كده ناس منكم قالت لنا في الكومنتات روحوا دوروا عليه في المكان اللي انتوا لقيتوا فيه الاثار. طبعا يا جدعان المفروض ان احنا كنا في المكان اللي كنا لقينا فيه الاثار اهو. انا حاسس ان انا ممكن الاقيكم، حاسس والله ان انا الاقيكم. ايه رايك يا يوسف؟ يا عم انا بقول لك مش هيبقى هنا، هو هتلاقيه راح عند حد مثلا او ايه؟ ونعمل من الساحره ان هو يكتب. يلا هتلاقي الساحره خدته يا عم والله. بس هو يا عم احنا ادينا بنعمل اللي علينا. لو قالت له بص ادينا يا جدعان بنعمل، ارفع ايدك بس فوق، ادينا يا جدعان بنعمل اللي علينا، لان المهرج ده والله العظيم يعلم ربنا احنا بنحبه قد ايه وبنعتبره زي اخونا بالظبط. فالمفروض ان اما يعني اما يبعد عننا احنا اكيد مش هنحب حاجه زي كده. اما تلاقي قالت له تعالى وهو جه في ثانيه قالت له هجيب لك حاجه، هو قال له تعبان يا ابني. اصلا المهرج يا جدعان المهرج كان خايف منها، يعني اما السحرة صارت هو كان خايف منها. واحد يلف من ورا وانت لف من ورا كده، بص عليه كل كده عند المكان. بصوا على الجبل، بصوا يا جدعان احنا وسط جبال دلوقتي. بصوا دي يعني اللي عرفناه ان المكان ده يعني حاجات عن جيش وكده، كان في حرب هنا وكلام ده وناس اموات هنا. جدعان والله حلو. مد يا عم شوفوا هنا في ناس هناك اصلا اهي. بص ولا يكون بيلعب مع الناس اللي هناك دي. ها تخيل اهي مد، ننزل من الناحيه التانية احسن يا جدعان. دلوقتي احنا على الجبل اهو زي ما انتم شايفين، المفروض ان احنا جينا ندور على المهرج، والمفروض ان في اطفال هناك بتلعب وبتطير طيارات، اعمل عليهم زوم كده. دلوقتي هنروح ندور عليهم وسطهم، ممكن يكون معاهم هناك، بس عايزكم بس هناك عشان بحيث بس لو طلع صوتهم. يا مهرج يا حاسس. طبعا انت عم بصوا الارض بتزحلق اصلا. امسكني. استنى.
يا جدعان. ارض بتزحلق المنزل صعب يا جدعان. ربنا يستر. انا اصلا بصوا المقابر اللي تحت الارض عامله ازاي. بصوا سامعين صوت الصوت. الو يا مورد. الو يا مورد. بقول لك ايه، انا ده اخر حاجه ممكن يعني لو ما لقوناش يعني في الحته دي كده خلاص. عارفين العيال اللي بتدور في اراضي هناك دي ممكن نلاقيه وسطهم. ممكن نركب بيش. ادعوا لنا ان احنا نلاقيه. باشا انا بروح نسال الراجل اللي عامل ده. باشا ما شفتش واحد دارس وش هنا؟ واحد لابس وش كده جينا. بعد لفة حوالي ساعتين او ساعة ونص لفينا في اماكن كتير ما كناش بنصور، عشان المفروض ان يعني انا صورت لقطات كتير بس حطيت لكم اللقطات المهمة. طبعا جدعان والله العظيم انا ما عارف اعمل ايه. بالله عليكم بالله عليكم اي حد يشوف المهرج يكلمني على الانستجرام على بيسو توينز او بيسو توينز 3 وحي. بالله عليكم جدعان اي حد يشوف المهرج يكلمني، والله العظيم اللي هيلاقيه مفاجأة كبيرة قوي يعني. بالله عليكم بس يا جدعان ساعدونا في الكومنتات واعملوا لايك للفيديو ده وشاروا الفيديوهات دي في كل مكان يا جدعان. احنا نقفل الفيديو ده على قد كده، نحاول نروح نشوف احمد اخويا اللي فاقد الذاكره بقى عامل ايه دلوقتي. المفروض ان احنا نقفل الفيديو ده على قد كده. ولو انتم مش مشتركين في القناه مش محتاج اقول لكم ان انتم دلوقتي تنزلوا تعملوا اشتراك في القناه ولايك للفيديو ده، ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام. طب يا جدعان الجرس عمال يرن ورا بعض، انا مش عارف انا قلت افتح الكاميرا اصور لكم مين؟ المهرج فطوطه؟